واهلي هاي بشاد وهذا هاي هاي بيسو اعمل وقيد هربين والله وهذا الصاد واهلي هاي بشاد وهذا هاي هاي بيسو اعمل وقيد هربين والله وهذا الصاد وشدانا قول لو مكالا اعمل دعي سوقا بنت ساري عقالا وشدانا قول لو مكالا اعمل دعي سوقا بنت ساري عقالا نسيب لاو كالا هريا عالكينا وادو تال سو هباس وين معا خوضي يو نسيب لاو كالا هريا عالكينا وادو تال سو هباس وين معا هلي لالي هلي لالي 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 إن بلشده اللي هو أذيقه إن حلتان في عن لصمه أنقون للعينين إن أنت أسو أذيقتي أنت أذيق الله ربت أسق الله ربتبا وأن معنى الدون أيه إن استصاب بحياه بلشده واحتره وحد معي إن بلشده أذيقه مشاردون معها وحوش شقين يا بنكي أدونك والبنك وان مغشين بروجكتن والبنك هو جير صوت كشقيسو لا تدو لا لح لح دين برمان دين كشقيسو ee wajir saud ku jirto ayuu macna uma mulka aha soo qaadnay wiilka ina axmed haaji dhicise waanin aad garanaysan hooyadiisa abiisa familygiisa nin martay nagu cusub oo meel kale ka imaad ma axmed marka abayaashan culumada caamada dhalinyaradaba waqtiga markii la gaaro kuuraha la riday ma aha axmed meesha uu ku wajahan yahay ma aha maxamed sabir waa beelweynta ogaadeen weeyaan مقابل يوتا غير يوتا محمد سويرو وتا بهجر يوتا ولا لي انت بكوره هذا وباهن هاي وانا نعود سنينا ويل كاس وويل ان سو اغني سيفيغي سيد انو فيرني متعلم ايه مستهستو وانن ير او دلن ير او نافعي اما اوديا شهر او دكتيتا هاي وانا قد اذيذ هاي ما احمي وحن اذن كعود سنينا عدكينا يكورهينا هدو إلى هنا جارسيو أنا ما مات سدي الواي المايا اللي كويش يقول برضه المات أحمد إلى قال مرضا بنا كويش يقول بنت بدي مشي دون إلى هنا جارسي بنت بدي مشي جاي بنت وحرة أنا ما تخصو أفجره كوري أور اللي حدني أفرت يا ردي أنت تبي شو شيء جاي بنت بنا شيء مرة أحمد بخصو أفجر رواي وهذا المايا أحمد إلى قال كأنا هو قال أنك حساب تبع هدو إلى هنا نفط باقي سيو أنا جو حان ليه ومركان هذا أحمد عز أنا جا يوحي أن مسؤول كوي بيه كران كي إن شاء الله وتيله ده يكون عمري إلى إسيو هذا حاجة كرسي بعد كسر وقال وان قال وان صار كسر ده وكم بشاره سو ما عنده ود مربان وسواسي وسواسي واحد ساجرة واحد ساجرة هذا المده لكن وحن دونينا ما أنت أقادين أبسم رجع بالعامبا ما أنت عنو قاسان ربنا إن أنا لا قادين أو نوسو قادين ساسان ينكو كان دعنا لما انجلين شركة ماشي وغادي ينكو قولها واماشن انا عوز سنسان تنتو دي دور نيسان كما يقول تسا مي دور نيسان انا قلت اولي جيدة دي دوحة ان دون هاي واي امسي ايها بسويني شقال الله اقمن هاي امسي ايها واد قران كرتان وحق التعلين تا عافي ماتك حق بيها بيرها حنانا ذا حولها لغالا حقيسة ودوينك انت اصلا بهرت كد وامسي وحكي قبل دونا مرك وحن دونا هي يعني ان هرت عدك اللي هو كالميو تاريخ سقال بش سديدات سنة كا هذا ان كتشرنو سيما قادا للميالي وقديمي افرتن يكو سنة لكن اداد في رسو متعلم ويليدا هاي اخو يهم بدن ويليدا هاي وحقرد ويليدا هاي يا لكن مقالا وح بدن با قاسر كا حق هور مرك سكون رمقب تا مقالا يا
maanta aniga waan ka warhayaa inay magaalo u baahan tahay secondary isbitaalka waa dispensary wuxuu baa inuu u qalmaa in laga dhiga health center oo maternity loo yeelo qayb caruurta qayb dhallaanka qayb dumarka ah ma garateen hataa qaybtii oxygenka iyo waxyaaba kala badan baa meeshan ka dhiman waa in la keeno maxaa yeele haddii loo baahdo isbitaal qof xanuunsan oo xanuun aad u ahayo in hawsiin loola carramiyo wanaagsanta mar walbo mise gaarayso idinka fog aniga waxaan ku dadaali mar walba inshaa allah horta aan xoogga saari waxaan caafimaadku u celinay waxaa waaye magaaladan in badan baan imaade waan ka shaqeeyey arrinta ugu weyn oo dhibku dadka haysto waa xagga caafimaadka isbitaalka xaggiis haddii waxay ka wanaagsanta codkiina aad igu kaalmaysaan oon codkiina idinku mathalo countiga wajeer haddii isbitaalka sidan uu ka weynaan lahaa somo wax fiican baa meesha soo gaarsiin lahaa marka idinkan cod idinka rabaa igu kaalmeeya garab ii noqda waxna ila qabta insha allah garab qoori hadda waxaan filahayaa magaalada waa magaalada hooyo aabe iyo ahaade in tariishka labaad la ii hiiliyo si fiican insha allah ya waxaan filanayaa insha allah in si fiican loogu hiiliyo dadkoo dhan isoo wada baxaan codka la iga bakaylin qoos aan la ii fiirinin qabiil aan laisku eegin in waxqabadka iyo inoo muuqdaa yaa waxtar leh yaa aqoon leh yaa wax fulin kara inaad ogaataan baa horta horta magaalo ahaan sad la socotaan aada baa ladiin daladiyo hadday noqoto m c a hadduu noqdo m pgaad soo doorateen hadduu noqdo senator governor ilaa madaxweyne maxaa yeele codkiina waxaa la rabaa in lagu xisaabtamo codka aad ridayso waa inuu xisaab leeyahay waa inuu waxtar yeelan karo laakiin codka meel isaga rid qabiil ku dhis qoos ku dhis ehel iyo walaal waay taa maanta miyay shaqaynaysaa ya magaalada dib bay u dhacday maxaa uu sababa waa maamulka iyo madaxtaxumida meeshaad ka muuqato guud ahaan habasweyne wuxuu ka kooban yahy labaatan iyo lix tuulo labaatan iyo lixdaas tuulo ninkii codkiina aad siisa waxaa rabaa nin xaqaani cadaalad sinaan iyo horumar wax idinku qaban karo aniga malihi igu doorta qabiil qoos igu doorta idin malihi laakiin waxaan doonaa inaad igu doorataan maxaad karti un leeyahay maxaan idin qaban karaa maxaan idin soo fulini karaa magaaladan baahiyada way badan tahay baahiyo badan baa ka jira magaaladan aniga ismalihi baahidaas waan soo koobi karaa waan soo cubi karaa ilaahay baa wax deeqi karaa horta ilaahay baa wax deeqi karaa laakiin waxaan leeyahay wax la taaban karo inaan ka fuliyo magaalada awaqoorey aniga waa higsiga koowaad iyo hadafka ii muuqdo oon doonaa inaan wax ka qabto koowaad magaaladan biiraan idinma hayso iskulla-aan idinma hayso laakiin meel baad ka liidataan guddi ooda ogtiin xagga isbitaalkaas isbitaalkaas awaqoorey waxqabad fiican buu u baahan yahay hataa shaybaar fiican oo wax lagu qabto miyaad leedihin ya hataa laboratory fiican shaybaar ma lihidin qofkii kaadi laga qaadi lahaa mise dhiig waxaa laleeyahay haloo dira hawlsayn ama meel kale sooma shaybaar muhiim ah horta waa qorshaha koowaad oo manifestoga igu jiro inaan magaalada abaqoorey ka fuli oon ka qabto aan rabo sanadka koowaad weliba muddo lix bilood gudaheeda laboratory caas oo khaasata dhibinaa idinka oona national wanaagsan inaan idiin fuliyo idiin hareeyo ayaan doonaa shaataad ku xisaabtama insha allah shaksiyan waan idin imaani doonaa guri baan idinku imaani shaksi baa ila xisaabtami codkiina waxaa rabaa inaad igu caawisaan taariikh sagaal bishi deedaad oo talaado ay ku beegan tahay afar bilood baa naga xigtaa hadda waa idinku xisaabtamahayaa kolow idinma ciiri doona aniga haddii meesha aan tago cod iyo waxqabad iyo waxtar kudi waa idinkugu qaban doonaa bal idinka insha allah codkiina inaad si fiican igisan baan rabaa ayaaabaqoore codka idinka raa cod miisiinaysaan codka miisiinaysaan si fiican miisiinaysaan